كانت هذه الدورة في أجواء جد إيجابية ومرت في ظروف جد إيجابية. كما ترون جمهور غفير يحج إلى ساحة الاستقبال على مدى 3 أيام من أجل الحضور للمحتلات الفنية والسهرات الفنية الكبرى. المعرض مر في ظروف جد إيجابية كذلك. هناك تنوع عدد كبير من الزوار الذين ساهموا وأتوا لهذا المعرض من أجل البحث عن ما تسخر به هذه الفتيات الثقافية من عدد كبير من التحف التقليدية النادرة. على العموم نحن جد مرتاحين لهذا النشاط الذي مر في تيزنط في ظروف جد إيجابية. بدأنا في التفكير في النسخة الثامنة إن شاء الله لكي تمر في ظروف أحسن وفي أجواء جد إيجابية إن شاء الله.